فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا يترك بعض طلبة العلم كتبهم في المسجد مدة طويلة ولا يعرف من صاحبها، فماذا يصنع بها إمام المسجد؟ هل له أن يبيعها ويجعل ثمن ذلك في حاجات المسجد؟ لا، ما يبيعها، إن كان يعرف صاحبها يدعوه يسلمه إياه أو يدعوه لأخذها. وأما إذا كان ما يعرف صاحبها في حكم الوقف، في حكم الوقف تجعل تبقى بالمسجد لمن يريد المطالعة، أو تنقل إلى مكتبة عامة يستفيد منها الجميع، مكتبة خيرية عامة للمطالعة. نعم.